واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فرعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وبيع سلع منتهية الصلاحية. استمرارا للضربات الأمنية المتلاحقة التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لضبط الجرائم التموينية، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط قرابة 74 طن دقيق أبيض وسكر وأرز تم حجبها عن التداول بالأسواق بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بهدف رفع أسعارها. كما تمكنت من ضبط أكثر من 51 طن دقيق بلدي مدعم استولى عليها مسؤول مخبز بلدي بشمال سيناء لبيعها بالسوق السوداء، وضبط 47 طن ونصف سكر وزيت وأرز قام المسؤول عن مضرب أرز بالشرقية بحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك. وتمكنت الإدارة من ضبط 20 طن سكر تموني مدعم استولى عليها المسؤولان عن مصنعين لتعبئة السلع الغذائية بالجيزة والمنيا لبيعها بالسوق السوداء. الإدارة نجحت في ضبط 21 طن أعلاف حيوانية بحوزة ملك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بسوهاج قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من سعرها المتداول. ونجحت في ضبط 609 ألف عبوة سجائر محلية ومهربة جمركيا ومقلدة تم حجبها عن التداول بالأسواق بحوزة ملك مخازن لتجارة السجائر والأدخنة ببني سويف. وعلى صعيد ضبط السلع الفاسدة والمغشوشة، نجحت الإدارة في ضبط أكثر من 132 طن دقيق ومكرونة غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها للتداول بالأسواق بحوزة المسؤول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالجيزة. كما تمكنت من ضبط نحو 179 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها ومقطعاتها وجبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات شنتها الإدارة بنطاق محافظات الجيزة والغربية والبحر الأحمر والقاهرة. ونجحت في ضبط 100 طن ملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بالمنوفية. وتمكنت من ضبط قرابة 82 طن مخللات وملح طعام ومواد غذائية أخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مسؤولين عن مصنعين لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية بالمنوفية. كما تمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 15 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة على طرحها للتداول بالأسواق بحوزة المسؤول عن مصنع لتعبئة وإنتاج المخللات ببني سويف. الإدارة تمكنت من ضبط أكثر من 22 طن مستلزمات إنتاج حلوى مولد وأكثر من 23 طن منتج نهائي غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج حلوى المولد بالقاهرة. كما نجحت في ضبط نحو 26 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤولين عن 8 ثلاجات لحفظ السلع الغذائية بالغربية. الإدارة تمكنت من ضبط 150 طن مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني وتضر بالثروة الحيوانية بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بالمنوفية. وضبط 15 طن أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية بمحلين لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية.